يعني موضوع غير منصف غير عادل. للترشح السيف انا ارى الحق يعني موضوع غير منصف غير عادل باعتبار انه هو الرجل مازال حتى مطلوب يعني جنائيا المحكمة الجنائية الدولية وفي مازال عليه احكام وفي مازال عليه يعني امور وبعدين شخصية جدلية. مواطن ليبي من حقه كيف اي ليبي ثاني وعنده راجل عنده خبرة وعنده كفاءات وملم بالامور هي ومن حقه وانا نشبح فيه افضل المترشحين والله. هل هو حيخدم وفق الوضع الحالي للبلاد او انه بيرجع بينا خطوه للخلف؟ فاعتقد في حاله انه هو البس ثوب ليبيا الجديده اعتقد انه ممكن حيكون عنده مكانه في المستقبل.